معك، احنا في الظفرات سنة 37 يقول العمر في مساين الظفرات، ومع رئيسنا مبارك بن سيف هو في المقر الرئيسي، وحن أرسلنا نصور ابن في شارع المليون منقية، وأنا ماخذ اللي حرست قيمة سيارة أن أبغى أشتريها من الإمارات، قيمة لي جيب أن أبغى أشتريها من الإمارات، وحط هذه مبطنا بيني وبين الثوب، وفي معلاد من المعاليد حقت الشناط اللي بمشباك أصفر، حطها فيه من جدي ونصور وذرهن مع الشلة حقت حمد الطويل، شوشنا يا خلق الله، وأنا بكرت زينت المرة تنعرض عليها، ولبنى إجهي نعرض عليها ونعرض عليها ونعرض، الشمس غابت وانهينا تصويرنا ورجعنا، ورجعت انتبهت قال والله أنا إنها مفقود ما هم معي، حلمت أخوينا وسعنا وقعدنا نقص وقعدنا نكشف وقعدنا ندور، البوك ما عاد عينا، الله عالم أكيد أن شل البوك اللي فيك. رجعت والله بغيت أجحد، ولا ودي أبين الذلة وأبين الحاجة، تقول العرب وغير لا يضحكون علي العرب ويقولون راح الخبل وضيع دراهمه في الإمارات وعود ما معه شيء، بعد ما رجعت علمت أبو سيف وانتهى طويل العمر، وقال عندي الإخبار ذكرت صفرا وطل حلف منها، حلفت وطلقت انها ما تجيني، قلت يا أبو سيف لو افتح المجال لا جاني هدايا وجاني مردودها علي صعب، الله الله هدا علي بكرة صفرا أسيوم تبع مليون ومئتين ألف من ابن الدواسر من ابن الحميد اسمها الحميد عليها، هم يعطون الدواسر الغالية تلا والله في مواقفها وهم 70 نعم يحمونها ويعطونها ويذبحونها للرجال حمضان العيون، ما بعدها عاد ما وفرت له عطيت أبو سيف غنيت ابذل الأبيات وقلت ضاع بوكي في المزاين وانا اصور لبال بالمهمه يوم ابو سيف كلف ريبها وضاع وسط البوق غير البطاقه اللي حلال خبرت الاف ويصعب عليه تحسيبها، وقام ابو سيف ووقف مواقف الرجال ومدته وفرتها والعرب تدري جوته وفرتها والعرب تدري في حر التعويض من حاكم الله راس مال مدته يعرفوها ويعرف قيمه، قام ابو سيف وقال القصيده بعد ما وفرت عطيته الله طول عمره، وقال يا لعيلي كل قولك أنه مضرب مثال البيوت الجان وابدعت في ترتيبها، أنت رجل للمهمات ما فيها هاي جدال والعلوم الطيبة كلها تحريبها، ضاع بوكك والإمارات كمه للعدل في العدال لو درى حمدان جت كذهيب وغيبها، والعوض في البوك عندي من البوش الجلال بكرت الصفرة ضاع العرف ما يصيبها، كلك يا طيب العرف يا ذرب المقال أخذها من حر مالي وجمنيبها، غير صارت عزة النفس عندك راس مال سكت لك جزل العطايا وقمت تسيبها ودبدع علمك فلا لك عن الشكوى محال سكت عسرات الطلايب على طليب قبل السلطات تأخذ حقوقك بالكمال لا تساهل في لا تهون في سهلها يروح صعيبها وانت حقك في متون الكريم من الرجال الفلاح يخبره كم ما يدري ما حاكم عادل ويقدر ولمن قال طالب من خلى الامارات يعرف رطيبة وانت عارفك ما تباكون حقك بالحلال وقفت اني لازمك دائما وديبة مير انا في ظفرة الخير ما جاني ريال اكلت اللي في جوبي وراح بجيب وانت هل ما رات غيثا على المسلمين يعطون اللي ما راح له شيء خلف اللي راح